بشكل عام يا فادي طبيعي كلنا بنفهم كوره وكلنا بنتفرج على كوره وكلنا بنشوف كوره، كل الجماهير وكل المتابعين فاهمين ان المنتخب السنغالي منتخب قوي جدا، ما فيش خلاف. بس احنا كمان عندنا عناصر قوه كثيره في المنتخب المصري تقدر تفيدنا وتقدر باذن الله توصلنا لكاس العالم. انت المواجهه دي شايفها ازاي؟ طيب احنا خلينا نكون واقعيين، احنا بنلعب فريق اقوى مننا عشان نكون على نور مع بعض، ولكن احنا عندنا بعض النقط ممكن تميزنا. احنا عندنا مبدئيا مش هتكلم مع محمد صلاح افضل لاعب في العالم، انا كمان عن كارلوس كيروش حيل. كمدرب افضل من اليو سي سي، مدرب يقدر يتحكم بالادوات اللي معاه اللي هي ادوات في سوبر ستار كبير جدا وفي ادوات معاه. الراجل ده عارف مشكلتنا ايه. احنا دلوقتي ليه الاهلي والزمالك بيستقبلوا اهداف كتير؟ لانك المنظومه الدفاعيه بتاعتهم مش مناسبه لطباع المساكين عندنا على سبيل المثال. كارلوس كيروش لقط الموضوع ده بدري هيتفرج على بقى هيكتور كوبر معرفش، بس احنا المساكين عندنا مشكلتهم ان هم بيجروا ورا الكوره مش ورا المساحه، فهم ورا الكوره انت اعمل بقى الكومباكت زون ديفنس بتاعك قفل الدنيا هتلعب الناس. فانت دلوقتي تلفيت اقوى نقطه ضعف عندك. انا كنت لسه كان معايا كابتن امير عزمي كنت بقول له، وكان معايا احمد ياسين برضو على الهاتف، بقول له ان كارلوس كيروش بيعرف يحافظ او يامن او يحمي السنتر باكس بتوعه بالظبط، مش اللي هو سايبك لوحدك وتعامل الموقف والفول واحد باكس واحد كمان. والفول باكس طبعا بيحمي، يعني هو بيحمي المنظومه الدفاعيه بشكل. عشان كده مثلا واحد زي محمد عبد المنعم مدافع هايل ظهر مع منتخب بشكل صح. افضل من الاهلي صح. وهكذا احمد فتوح محمود الوش حتى حراس المرمى كمان اكيد. ده حاجه. تاني نقطه عندك، انت عندك بغض النظر عن 11 في الملعب في فروقات تقدر تعملها من على الدكه. عندك لاعب زي احمد سيد زيزو وقاعد بره، ده يعمل لك فرق كبير جدا في الملعب. عندك لعيبه كتير، عندك دلوقتي وجود لاعب زي محمد مجدي قفشه كمان على الدكه بره، عندك ادوات تريزيجيه لو ما بداش اساسي تريزيجيه او مرموش اللي موجود طبعا. فيهم في الملعب التاني ينزل يعمل فرق صح، وتحديدا تريزيجيه يعني لو طبعا. مش هو اللي هيبدا. فبالتالي انت عندك كمان ادوات، وانا كل ثقه في كارلوس كيروش انه يقدر يتعامل مع الادوات دي بشكل يقدر يحد من نقاط قوه المنتخب السنغالي اللي هي مش ساديو ماني بس ومش اسماعيل صار بس، اسماعيل صار يعني ممكن يغيب، لكن في نص الملعب الثلاثه بتوع نص الملعب هم دول اللي هيعملوا لك مشكله كبيره جدا. ولازم انه يعني بغض النظر بقى الثلاثي او الثنائي اللي هيلعب في ماتش القاهره، لا ده اهم دور في المباراه كلها بالنسبه للثلاثه بتوع نص الملعب بتوع السنغال.